اتنين، الجملة اللي أنا عدتها اللي هو توافر منتجات الدواجن بالسوق المحلية، العمل على تثبيت الأسعار، العمل على تثبيت الأسعار. الحكومة بتاخد قرار، قرار علشان أوفر دواجن بسعر للدواجن المستوردة، فشلت الجمارك، لكن في نفس الوقت أنا عندي الدواجن المحلية عالية جدا. امبارح زميلي أحمد مجدي كان عنده لقاء مع أحد منتجي دواجن واتكلمنا في الموضوع ده، بيقول لك الراجل كان بيقول لك أنا من عند المزرعة أنا بطلع على كلامه كيلو أوراك الفراخ ب 7 جنيه. أنت بتوصل لك بكام؟ طيب العوامل الوسيطة حتى تصل إلى المواطن بأسعار بقى أرقام مش 7، يعني يا ريته مثلا بياخد مثلا أمه 7 جنيه دي توصل لي مثلا ب 14 ب 15، لا بتوصل لي بأعلى من كده بكتير بكتير. طيب اللي في الوسط ده مين يتحكم فيه؟ يا دولة، يا حكومة، يا حكومة اعملي ضوابط، انه اعملي اسعار استرشادية. انا ما قلتش اسعار جبرية، ما تعمليليش تسعيرة جبرية، اعملي تسعيرة ارشادية. الربح ما يزيدش عن 20%، انت الربح دلوقتي بيزيد على 300%، مش معقولة. العوامل الوسيطة دي لغاية ما بتوصل لي، وما بتكلمش على حاجات مستوردة ولا انه حاجات عليها جمارك عالية، لا أنا بتكلم على منتج محلي، منتج خلاص الناس بقت ما بتتجهش للحوم. خلينا نقول لأنه اللحوم بقت غالية جدا، بلاها لحمة، وبقالنا شوية بنقول بلاها لحمة. احنا قدامنا ايه؟ الدواجن. الدواجن دلوقتي يعني لما انت يعني ما تسيبش المواطن فريسة لجشع تجار. انت جشع التجار ده بيأذي الصناعة الوطنية، اللي هو الراجل اللي كان قاعد بيقولك أنا طالع من عندي كيلو أوراق الدجاج بسبعة جنيه، ليوصل للمواطن بالسعر ده؟ بيقولك أنا بيطلع من عندي كيلو الصدور الفراخ اللي هي الفراخ البانيه اللي كان عليها هوجة بيطلع من عندي بأربعين جنيه، ليه بيوصل للمواطن بخمسة وستين وسبعين جنيه؟ يعني ليه بيوصل للرقم ده؟ يعني عملية الضوابط، ما أنا خلاص هروح للمنتج الوطني. مين قالك إني مش هروح للمنتج؟ أنا إيه اللي بيخليني أجري على المستورد؟ لأنه أرخص. أنا بتكلم على الدواجن فقط، إنه أرخص. طيب، خلاص أنت الدواجن نتيجة للهوجة اللي حصلت هيحصل إنه مش هيترفع من عليها الجمارك لمدة 5 شهور، ده هيبقى تقريباً، خلي بقى ده قد ده، أو على الأقل ده أقل شوية من ده. فأقدر اشتريه، انما ده هيبقى عالي مع تحرير سعر الجنيه وعليه جمارك بقى طبعا، وده التاجر عمال يعلي، فده يعلي وده يعلي وده يعلي وده، وبعدين الطحنه اللي احنا فيها دي. طبعا الرئيس بيتدخل علشان بيقول لا ايه، بيقول للحكومه اللي هي المفروض ان هي تكون عملت ده من غير ما الرئيس محتاج ان هو يقول، العمل على تثبيت الاسعار في حدود مناسبه للمواطن المصري. انا بعمل اجراءات اقتصاديه وبعمل وضع اقتصادي جديد، وبنقول حماية المواطن المصري من تبعات هذه الإجراءات. الحماية تبقى إيه؟ ضبط الأسواق، الرقابة على الأسواق، تثبيت الأسعار، تسعيرة استرشادية، يبقى هامش ربح معروف. إنما الموضوع مش متساب جهجهوني كده. أيضا بصوا الكلمة اللي قالها الرئيس، أكد الرئيس خلال الاجتماع، تخيلوا الرئيس بيقول ده، على أهمية سرعة الانتهاء من تنقية قوائم الحاصلين على البطاقات التموينية. ماشي، احنا عارفين ان في تنقية، يا جماعة خلصوا، يا جماعة شدوا حيلكم شوية. لو احنا بنقول الدعم في جزء كبير جدا مهدر وما بيروحش ليه مستحقيه، طب ما تتحرك بقى، خلصني. انت ممكن في فتره وجيزه ان انت تعمل عمليه التنقيه دي وتضيف المواليد الجديده للمستحقين، والدعم ما يبقاش كل الهدر اللي بيحصل ده وناس غير مستحقه بتاخده. احنا ليه متاخرين متاخرين متاخرين؟ احنا في وقت لا يحتمل تاخير. اشتغلوا شويه بقى، يشتغلوا شويه يعني، والمواطن هو اللي مطحون. انا معاك في اجراءات ومعاك في ان احنا بنمر بمرحله، ولازم المرحله دي انت تبقى واقف جنبي. واقف جنبي ازاي؟ ان القرارات اللي تطلعها تبقى صح، ما تبقاش قرارات غير مدروسه، بروح وبرجع وبروح وبرجع، انك تحميني بتثبيت السعر، انك تحميني في ضبط الاسواق. ما كل دي حاجات
انت بتحميني، يبقى على الاقل انا عارفه ان الفرخ خلاص الفرخه ب 35 جنيه اه انا الشهر ده هقدر اشتري فرختين اتنين يا دوبك، انما ما اجيش في يوم ده بسعر وده بسعر وده بسعر وده بسعر وابقى مش عارفه راسي من رجلي. انا حتى لو معايا جنيه مش قادره اطلعه لان انا مش عارفه الجنيه ده على اخر الشهر هيجيب لي ايه، فاخليه معايا انا مش ضامنه بكره. الكساد اللي حاصل في السوق بسبب التخبط، السوق واقف، السوق المصري واقف، السوق المصري الداخلي، انا بتكلم على السوق المصري الداخلي، المواطن مش قادر يشتري، حتى اللي معاه خايف يطلع الجنيه من جيبه، انا مش عارفه بكره فيه ايه، انا مش عارف بكره فيه ايه او هيحصل ايه او قرار ايه تاني هيطلع لي. من جريده الاهرام، نا